سبيل الحريات الروماني يعتبر من المعالم الأثرية والسياحية الهامة في وسط البلد، وفي خطوة تهدف لإعادة ترميم الموقع انطلق مشروع تأهيل مبنى سبيل الحريات ليصبح نقطة جذب رئيسية في العاصمة عمان. التدريب بيتم لطلبة الطلبة في التخصص في تخصص ترميم الآثار بشكل عام، وبصير بشكل دوري انه كل اسبوعين او ثلاث بتغيروا بعض الطلبه، واللي بيكون عندهم اهتمام واثبتوا نفسهم بيضلوا معنا على طول المشروع. وبنفس الوقت هي يعني بتكون جزء او عامل من عوامل التنميه وايجاد فرص عمل ووضع هذه المواقع على خارطه السياحيه في الاردن. وساهمت عملية الترميم هذه في خلق فرص عمل جديدة للخريجين وتطوير قدرات الطلاب في تخصصات الصيانة وإدارة المصادر التراثية، كما يقوم على تنفيذ المشروع فريق عمل متخصص من أساتذة الجامعات والباحثين في هذا المجال. يعني بالآثار وبتخصص الآثار بالعادة ما في شغل، فالطلاب يعني لازم يلاقوا شغل ويلاقوا الدكاترة هم اللي يدعموهم، فإذا ما دعموهم زي هيك ما رح يلاقوا شغل طبعا. وطبعا آثارنا يعني كتير يعني مش مبينة، يعني زي سبيل الحريات هلا لو حد يسأل عنه بالتاكسي يقول له على سبيل الحريات بقول لك وين هو، فإنه لازم الواحد يحط معلم زي هيك لازم يكون باين وظاهر للعالم. الحجارة كانت كتير يعني وضعها مزري من حيث إنه سودة وبدها تنظيف ومشان كونسوليديشن نعملها تثبيت وكذا، عم نحافظ على الحجر نفسه بس عم نشيل طبقة الوسخ والطحالب اللي متوسخة من السيارات ودخان السيارات. ويهدف المشروع إلى ربط سبيل الحريات بالمعالم السياحية الأخرى مثل المدرج الروماني وجبل القلعة، ويمول المشروع بمنحة تصل إلى 200,000 دولار بهدف معالجة ظواهر وأشكال التلف التي يعاني منها هذا المعلم الأثري الهام الذي يعد أضخم سبيل حريات في المنطقة. ألا أبو حمدان، رؤيا.